شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: فطرة الله التي فطر الناس عليها. نتحدث بإذن الله تعالى في هذه العجالة حول موضوعين. الموضوع الأول: ما هي حقيقة الفطرة التي فطر الله الناس عليها؟ والموضوع الثاني: إن مبادئ التشيع ومبادئ أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين تتطابق تطابقا تاما مع الفطرة. أما حول الموضوع الأول، فنقدم له بمقدمة، وهذه المقدمة إن المعارف البشرية تتنوع إلى نوعين. النوع الأول، ولعل عدد هذه المعارف محدود جدا وقليل جدا، يطلق عليها المعارف الأولية. وهنالك نوع ثاني من المعارف، هذه المعارف عددها كثير جدا، ويقال لهذا النوع المعارف الثانوية. كل معرفة من المعارف الثانوية إنما تتكون وإنما تتولد وإنما تأخذ شرعيتها من المعارف الأولية. فإذا لم تكن هنالك معرفة أولية، لم تكن هنالك معرفة ثانوية أبداً، ولم يكن بإمكان البشر
أن ينتهي إلى حقيقة من الحقائق أبدا. هذه المعارف الأولية هي التي يقال لها الفطرة، أو يمكن أن تشكل جانباً من جوانب الفطرة. الله تعالى خلق في البشر نوع من المعارف أو نوع من القابلية. بهذه القابلية أو بهذه المعرفة يتمكن أن يقيم جميع الأشياء، وبهذه المعارف الأولية يمكن أن يتوصل إلى جميع الحقائق. وفي الواقع هذه المعارف الأولية أو هذه القابلية تشكل الهداية التكوينية من الله تعالى للبشر. هذه الهداية التكوينية هداية عامة لكل الكائنات. الله تعالى يقول في آية: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كل كائن من الكائنات الله تعالى هداه هداية تكوينية إلى مصالحه الحقيقية. والله تعالى لم يجعل البشر مستثنى من هذه القاعدة العامة. الله تعالى أعطاه هداية تكوينية إلى مصالحه الحقيقية وإلى منافعه الحقيقية، وهذه المعرفة هي جزء من هذه الهداية التكوينية الإلهية. مثلا احنا الآن نمثل بمثال واضح لذلك. إذا تطرح علينا قضية من القضايا الرياضية، مثلا يقال أن 4 × 4 كم يساوي؟ يمكن هذا السؤال يكون له مليون جواب، ولكن هذه الفطرة التي خلق الله البشر عليها كلما يعرض عليها جواب من هذه الأجوبة ترفض، لا تقبله. يعني إذا قيل أن 4 × 4 يساوي 20، واحد يشوف أن وجدانه ما يقبل هذا الجواب. ويمكن أن نضع مليون إجابة أو مليار إجابة لهذا السؤال. البشر بهذه الفطرة وبهذه المعرفة الأولية التي خلق الله تعالى الإنسان عليها يرفض جميع هذه الأجوبة، ولكن في مليون جواب وفي مليار جواب هنالك إجابة واحدة، وهذه الإجابة الواحدة أن 4 × 4 يساوي 16. عندما تعرضون هذه الإجابة على وجدانكم، الوجدان يتقبل هذا الجواب. لماذا يتقبل هذا الجواب؟ لأن هذا الجواب إما يشكل معرفة أولية، وإما لأنه يشكل معرفة ثانوية متطابقة مع المعرفة الأولية. فإذا كانت المعرفة معرفة أولية أو كانت متطابقة مع المعرفة الأولية، البشر يتقبل هذا الجواب. هذه يمكن أن تكون حقيقة الفطرة أو تكون جانباً من جوانب حقيقة الفطرة التي يقول الله تعالى فطرة الله
التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. هذه إشارة إجمالية إلى الموضوع الأول. الموضوع الثاني أننا نعتقد اعتقاداً برهانياً أن التشيع يمثل معرفة أولية أو يمثل التشيع بمبادئه بمناهجه بأفكاره، إما يمثل معرفة أولية وإما يمثل معرفة متطابقة مع المعرفة الأولية. هنالك حديث مروي عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، سئل الإمام وقيل له ما معنى هذه الآية الكريمة فطرة الله التي فطر الناس عليها، فقال الإمام صلوات الله عليه شهادة أن لا إله إلا الله. الشهادة بالوحدانية هذه فطرة أولية، هذه معرفة أولية، كل واحد من البشر يشعر أن له إله، حتى الملحد حتى الشيوعي الذي ينكر الله ينكره باللفظ ولكن يقبله في القلب. وهنالك قضية معروفة أن أحد الشيوعيين كان في طائرة في إبان قوة المد الشيوعي، فالطائرة تعرضت لخطر السقوط، وإذا به يتوجه بفطرته إلى الله سبحانه وتعالى ويقول يا الله أنقذني. هذا يمكن 30 عام 40 عام أنكر الله وعمل ضد الله، ولكن بعد فطرته تقول يا الله. هذه هي الفطرة. الإمام الباقر في هذا الحديث يقول هي الفطرة شهادة أن لا إله إلا الله، كل بشر فطرته تهديه إلى الله وتهديه إلى الوحدانية، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه النقطة الثانية، وشهادة أن عليا أمير المؤمنين ولي الله. يعني هذه الثلاثة، الشهادة بالوحدانية، الشهادة بالنبوة، الشهادة بالولاية، هذه كلها موجودة في الفطرة. بس يمكن أن تقولوا إنها موجودة بعنوان معرفة أولية أو معرفة ثانوية، هذا بحث آخر. ولكن هذه الشهادات الثلاث، يعني الألوهية، النبوة، الولاية، متطابقة مع فطرة جميع البشر، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولذلك نحن نعتقد أن مبادئ التشيع إذا تعرض على العالم، في علم المنطق هنالك بحث أنه يمكن أن يكون هنالك شيء بديهي فطري البشر لا يتوجه إليه. لماذا؟ لأنه شرط التوجه ارتفاع الحجاب. إذا أكو حجاب بينكم وبين أبده البديهيات ربما لا تتوجهون، لا لقصور في البديهي وإنما لقصور في النظر، ما يشوف. هذا الشيء ذاكري في علم المنطق، و
بهذا الشيء حلوا شبهة أن بعض البشر لماذا ينكر البديهيات؟ أنكر البديهيات لأنه ما اتخذ وضع المواجهة مع الحقيقة. أما إذا أخذ وضع المواجهة مع الحقيقة وارتفع الحجاب فيما بينه وبين الحقيقة يذعن للحقيقة. فبناء على ذلك نحن إذا تمكنا أن نعرض مبادئ التشيع على العالم، العالم أغلبه غير معاند، لم يعرف الحقيقة، لا أنه يعاند الحقيقة. حتى اليهود الذين هم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، اليهود في فترات تاريخية متعددة آمنوا بالله سبحانه وتعالى. إحدى الفترات التاريخية في عهد النبي صلى الله عليه وآله، مو كلهم، مجموعة منهم، في الحديث الموجود على ما في بالي في الكافي الشريف: فآمن عامة اليهود، كأن الحديث موجود في الكافي على أثر قضية، فالفطرة موجودة. في قضية ثانية وكتب حولها كتيب أيضا في عهد بحر العلوم رحمة الله تعالى عليه، هذا العالم الكبير، أكو هنالك كتاب لطيف، مناظرة بحر العلوم مع علماء اليهود، له مناظرة في العراق ولعلها كانت في منطقة ذي الكفل. في مقدمة الكتاب يقول: فآمن 100,000 من اليهود. حتى اليهود بهذه الدرجة، مو كلهم، كثير منهم طبع الله على قلوبهم، ولكن كثير منهم بشر. فإذا كان اليهود وهم هذا الشعب المنغلق المتعصب بهذه المثابة، فكيف بالآخرين؟ إذا مبادئ أهل البيت تعرض على العالم، أكثر العالم يؤمنون بالتشيع وينضوون تحت لواء التشيع. هنالك عائلة بني أمية معروفين في التاريخ، وهنالك في الدعاء المعروف أننا نقرأ: اللهم لعن بني أمية قاطبة. والقرآن الكريم يعبر عنهم بالشجرة الخبيثة، شجرة خبيثة، يعني الخبث يجري في عروقها. ولكن مع ذلك، مع هذه الحالة، مجموعة من بني أمية عندما عرفوا الحق آمنوا وتشيعوا. كانت هنالك عائلة في العراق يقال لها عائلة الأموي، من أولاد بني أمية، من أولادهم، من أحفادهم، شباب الشيعة، الشيعة المجدون، عملوا على أن يعرفوا هذه العائلة على الحقيقة. وهذه العائلة الأموية انقلبت إلى عائلة شيعية، وواحد منهم رجل كان يقال له مهدي الأموي، هذا شاعر أهل البيت أو رادود أهل البيت. أحد العلماء قال له: أنت شاعر أهل البيت ورادود أهل البيت، مو مناسب أن يكون لقبك الأموي، غير هذا اللقب إلى لقب ثاني. الشيخ الكعبي رحمة الله عليه، الخطيب المشهور، قال له: خلوا هذا اللقب حتى العالم يعرف أنه واحد من ذرية بني أمية، هذا شاعر أهل البيت وهذا رادود أهل البيت. طبعا العائلة انقسمت إلى قسمين، قسم احتفظوا بلقب الأموي، وقسم منهم غيروا لقبهم إلى لقب ثاني معروف. المهم،
ولكن جماعة منهم إلى الآن مهدي الأموي وفلان الأموي. يعني هذا دليل على أن التشيع إذا يعرض حتى على اليهود وحتى على الأمويين بالإمكان الكثير منهم يتقبلون. فالإشكال في العارض. الحقيقة القضية الفاطمية التي يهتم لها الإخوة حفظهم الله تعالى هذه قضية مهمة في التشيع. والقضية الفاطمية إذا الشيعة إذا نحن نهتم لها لترويجها لجعلها قضية عالمية لطرح ظلامة الصديقة الطاهرة على العالم، هذه القضية يمكن أن تكون قضية محورية، قضية الصديقة الطاهرة وقضية سيد الشهداء صلوات الله عليهما، هاتان القضيتان قضيتان محوريتان. وبالإمكان أن نجعل هاتين القضيتين منطلقا للهداية. أنقل لكم قضيتين وأختم الموضوع. القضية الأولى قضية نقلها لي أحد الإخوة قبل حوالي 20 يوم تقريبا في قضية مطولة، وأنا شوقت أن يجعل هذه القضية في كتيب ويطبعه. قال أنه كان واحد من المخالفين لأهل البيت والمتعصبين ضد أهل البيت في المنطقة الكذائية، ذكر تلك المنطقة، وكان شديدا على المحبين لأهل البيت والموالين لأهل البيت. في يوم من الأيام أخوه تشيع، هذا تأثر جدا وذهب لكي يقتل أخاه قتل، ولكن ما تمكن من ذلك. في تفصيل ما علينا الآن بالتفصيل. يقول بعد فترة من الفترات واحد من المؤمنين قال له إذا التقيت بشيخكم بعالمكم، كان عندهم عالم كبير، قل له أن قضية فدك ما هي؟ شنو كانت قضية فدك؟ هذا مأجى إلى ذاك العالم وقال له سؤال شيخنا قضية فدك شنو كانت؟ الشيخ حاول التهرب، قال اترك هذه القضية، قضية تاريخية انتهت، ما علينا بالبحث في التاريخ. قال لا أنا أريد أعرف شنو كانت هاي القضية التاريخية. قال مو قضية، هي قضية مختصرة والشيعة كبروها. هاي القضية فاطمة الزهراء طلبت من الأول 4 نخلات وما أعطاها، هذا هو الشيعة جايين مكبرين هاي القضية. قال هذا الرجل ليش ما أعطاها؟ إذا طالبت ب4 نخلات ليش الأول ما أعطاها؟ هاي القضية أيقظته من نومته وراح وحقق هاي قضية 4 نخلات بتعبير ذلك العالم، وأخذ يحقق ويحقق ويحقق حتى انتهى إلى حقانية مذهب أهل البيت. ويقول الآن تحول كبير، والآن هو أحد حملة لواء التشيع في تلك المناطق، وابن الآن جاي في قوم وتحول إلى طالب من طلاب العلوم الدينية. هذه القضية الأولى. القضية الثانية أيضا أنقلها باختصار. الوالد رضوان الله تعالى عليه كان ينقل هذه القضية اللطيفة، كان يقول في
صلاة الجماعة لوالدي، يعني لوالده الجد رحمة الله تعالى عليه. قام رجل وهو الشيخ عبد الرحيم القمي رحمة الله عليه وقال: أيها الناس، إحنا نريد أن نبني معهد علمي، كل واحد منكم فليتبرع لهذا المعهد العلمي بخمس آجرات، خمس طوابيق. الوالد رحمة الله عليه يقول: الطابوقة الواحدة في ذلك اليوم كانت قيمتها فلسا واحدة، يعني خمس فلوس طابوقة، كل واحد خمس طوابق. يقول: الناس جاءوا وكل واحد منهم تبرع بخمس طوابيق، وبني ذلك المعهد العلمي ببركة هذه الطوابيق الخمسة، اجتماعها. يعني الحقيقة الأعمال الكبرى تتكون من قطرات، هذه القطرات تجتمع وتجتمع. الوالد له كتاب لطيف، الإخوة جيد أن يطالعوه، كتاب القطرات والذرات، هذه القطرات تجتمع فتكون البحار، وهذه الذرات تجتمع فتكون المحيطات. القطرات تكون المحيطات، والذرات تكون القفار والبراري. فكل واحد ينبغي أن يحاول أن لا يحرم من هذا الفيض. هذه الأعمال إن شاء الله كلها تكون وسيلة من وسائل الشفاعة في يوم القيامة وفي عالم الآخرة، عند رسول الله وعند الصديقة الكبرى وعند الأئمة الطاهرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفق الإخوة في هذا المضمار، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق